السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غنصاوب واحد صابلي كيجي البنات هائل بزاف، والاهم انه كي يعني يمكن لكم تحتفظوا بواحد المده طويله. غنبداو على بركه الله. اول هنايا عندي هنا جوج بيضات، عندي هنا زلافه ديال السكر ثقيل اولا سكر كلاصي، عندي هنايا نصف زلافه تقريبا، شغنقول لكم، المهم بحال هكا بحال هكا، ما وصلش تقريبا النصف ديال المايزينا او النشا. عندي هنايا زبده ديال المارغرين جوج، عندي هنايا خماره وحده ديال الحلوه، عندي هنا جوج ديال الفاني، وعندي هنا الدقيق. الدقيق البنات استعملوا شي نوعيه اللي تكون ممتازه ديال الدقيق، انا كنستعمل هذا. المهم انا عندي هنا جوج كيلو، المهم على حسب الطحينه تضبط. احنا نشوفوا مع بعضياتنا، غادي نشوفوا شحال غادي نديروا ديال العجين ديال الطحين. هاد هما المقادير البنات ديال الصابلي ديالنا. غنبداو على بركه الله. اول حاجه هي الزبده ديالنا. هنا البنات درت الزبده اللي كتلاحظوا معايا، وتكون الزبده من الافضل تكون بحراره المطبخ، ونزيد عليها سكر ثقيل اولا سكر بودر، وغادي البنات من بعد ما كنخدموا كيف كتلاحظوا معايا هاد حتى كتولي بحال هكا بحال، المهم كتندمج هي والسكر الثقيل. كنضيفوا جوج ديال البيضات هكا، كنديروا البنات قبيصه د المليحه ما نساوهاش ضروري، صافي. وغادي نخدم دابا هذا البيض كذلك، حاولنا ندخلو في هذا الخليط ديالنا. البنات يمكن لكم تخدموا حتى بالطراب الكهربائي الا بغيتو، ما بغيتوش تخدموا بيديكم. باش كندوبوا الزبده مزيان كما قلت لكم، يعني الا استعملتوا الخلاط الكهربائي يعني هذه العمليه بلا ما ديروها غادي تجيكم اسهل، ولا بغيتو تستعملوا غير يديكم يعني ضروري خصكم تخدموا بهذه الطريقه بحال هكا باش ديك الزبده كتذوب معانا مزيان. كيف كتلاحظوا معايا راه مازال ما دايباش مزيان حيت الحال بارد طبيعه الحال، واخا هي بحراره المطبخ ولكن بارد الحال. صافي المهم البنات انا نكمل على الطريقه هكا كتجي لينه يعني مخدومه مزيان. دابا غادي نزيدو غنزيدو النسمه ديال الفاني، كانت عندكم سائله ماشي مشكل يمكن لكم ديروها. غادي نزيد النشا، صافي البنات دابا غنخدم عاوتاني هاد النشا مع هاد الزبده ديالنا، ومن بعد نبقاو نضيفو الدقيق بشويه بشويه حتى كنحصلو على العجين يجي متماسك. طبعا نحاول ندخل الكميه، ومن بعد نبقاو نزيدو شويه بشويه. غادي نحاول اننا نقسموه الكاو، ضروري غادي نديرها شويه في بلاستيكه باش ترتاح ليا حيت صعيب باش نخدموها. دابا قاطحه شويه نقسمها بحال هكا البنات، صافي البنات. من بعد ما درتهم هنا كما قلت لكم في هذا البلاستيك غنخليهم يرتاحوا واحد شويه، ومن بعد غنبداو نشكلوهم ان شاء الله بالدلال. صافي البنات من بعد ما كنخليوها ترتاح واحد شويه كنديروها تحت بلاستيكه هكا من تحت، وكنديروها في الوسط وكنديروا بلاستيكه من الفوق، وكنبقاو بالدلال كنحاولوا اننا نسرحوها بحال هكا. البنات بالنسبه للسمك ديالها كيف كتلاحظوا معايا هي كتجي شويه رقيقه، نتمنى يكون باين لكم بحالاش عاملوا لكم بحالاش يعني كتجي بحال هكا. بالنسبه للمراشم يعني نتوما تختاروا البنات شنو بغيتوا بحال هكا. Thank you.
هنا طبعا نكمل على هذه الطريقه كما قلت لكم المراش ممكن تختاروا نتوما اللي بغيتو. صافي البنات انا نكمل على الطريقه وغادي نحيدهم وغنديرهم للفلاطه وغادي نطيبهم. والبنات الطياب كل عافيه الا كانتكم فران ديال الغاز العافيه كتكون من التحت غديرهم من الفوق ومن بعد كتحمر واحد شويه. المهم خصو يبقى يعني خصو يبقى ماشي تحمر بزاف راكم عارفين الصابلي كيفاش كيخرج. صافي البنات انا المهم غنديرو فلاطه وغندير الفرا. البنات انا خديت الشوكولا الشكاط الابيض غندوبو ان شاء الله غندير معاه واحد شويه ديال الزيت المائده صافي. وغنبقى البنات نحركو ما غنحبش نتحرك ما غنضيف له حتى شي حاجه غير شويه ديال الزيت كيما شفتوني دابا وغنبقى نحركو على عافيه مهيله حتى كيذوب معايا مزيان هاد الشوكولا هاد الشكاط الابيض. ومن بعد كنحاول نديرو فهاد الليمون بحال هكا البنات راهم موجودين كيتباعو يعني الاشكال. غنعمر هادو وغنعمر كذلك هادو بالشوكولا بحال هذا هو كحل. صافي البنات دابا غندوب بالشكلاط الابيض ومن بعد غنخوي فهاد لي كارو بحال هكا. البنات بالنسبه للتزيين كما كتشوفي معايا هنا خديت داك لومول ديال البلاستيك اللي كنت سبق لي وريتكم يعني سبعه ديال الشوكولا بحال هكا صاوبت على هاد الشكل المربع هكا حيت هادو هما اللي متواجدين عندي حاليا يعني هاد جوج ديال الليمون ودرت هاد على شكل خميسه. هادو ان شاء الله باش غادي نزينو البنات. وعندي هنايا الكونفيتير طيبته شي شويه عاود غليته شي شويه. وعندي هنايا الكوب محمر شويه ماشي بزاف محمرتوش بزاف يعني كتلاحظوا معايا راه باقي اللون ديالو يعني باقي ابيض مبقى يعني ما خرج داك اللون القهوي في مره. عندي هنايا الجليكوز درت معاه النكهه ديال الليمون يمكن لكم البنات تزيدوا مع اي نكهه بغيتو ودرتو فوق النار على شي شويه على ما ذاب كيجي على هذا الشكل. عندي هنايا اللوز مهرمش وعندي كذلك هنا الكاوكاو مهرمش. هادو هما الحلويات البنات باش غادي نزينو. كيبقى البنات التزيين على حسب الرغبه وبطبيعه الحال شنو متوفر عندكم يعني الحاجه اللي مكانتش متوفر عندكم يعني اغلبيه اللي كان متوفر عندكم. جانا بحال هكا البنات شي وحدين طابو ليا بزاف مي معليش ماشي بزاف يعني ماشي محروقين ولا شي حاجه. صافي البنات كيجي على هاد الشكل درت هاد الشكل بحال هكا درت هذا اللي عنده هاد الثقب في الوسط درت هذا. المهم هادو هما الاشكال اللي درت غناخد حبه من هنا مثلا هادي غندير لها شويه من الجليكوز بحال هكا نجي ندير ليها هنايا الشوكولا هنايا وغادي نحاول اني نفندها هنا في الكوك الجوانب هذا حاول نفندها في الكوك. الشكل الاول درتو على هذا الشكل كتلاحظوا معايا درت هنايا شوكولا هنا في الوسط وهنا في الجوانب درت واحد شويه ديال الجليكوز عفوا ودرت وفنتو هنا في هذا الكوك اللي ديجا سبق ليا وحمرته. صافي هذا هو الشكل اللي غنديرو اغلبيه نديروهم بحال هكا. نشوفوا الشكل الثاني ندير لها الخميسه بحال هكا وهو غنفندو في اللوز. هذا هو الشكل الثاني درت ليه هذه الخميسه هنا في الوسط بحال هكا وفي الجانب درت له اللوز مهرمش شويه ديال الكوك. البنات الزين كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب شنو متوفر عندكم وصافي يعني ماشي ضروري ديروا بحال هكا اللي يمكن لكم ديروا افضل من هذا الشيء. هذا بس هذا هو الشكل الاخر كنديروا له بحال هكا كيجي على هذا الشكل. صافي البنات انا نكمل على ثلاثه ديال الانواع اللي درنا دابا كما قلت لكم البنات غنكمل على ثلاثه ديال الانواع كل وحده غنديرها بطريقتها
باش غادي يجينا صافي المشكل على 4 ديال الانواع، واخا هو بعجينه وحده. صافي البنات غنكمل ان شاء الله ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال صابلي ديالنا كيف جا. البنات هادو هما الاشكال ديالنا اللي صوبنا، كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. وسمحوا لي بصراحه حيت ما صورت لكمش يعني لي ديتاي كيفاش زوقت هادو مثلا، كنقي حساب لي كنصور، فاش تهليت لقيت كلشي اللي كنصور يعني ما صورت حتى شي حاجه. على ايا كيبقى تزين على حسب الرغبه وانتم شنو بغيتو. انا هنا استعملت الحوايج بساطين بزاف، يعني صابلي بسيط بزاف، ما فيش يعني غير مكلف، ما فيش بزاف ديال المصاريف، ما فيش كديروا غير في شي بواطه هكا في الثلاجه وغطيوه بالفيلم اليمونتير وديروه في شي بواطه في الثلاجه، وكيبقى زوين وكيبقى يعني بحال عاد صوبتيه جديد. صافي البنات نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.